بسمة الجبري، طالبة جامعية قررت تركب السكوتر وتأسس جروب اسمه ويلز جيرلز جو. أم باسم هي ست سهام السباك، أشهر سباكة ست، عندها 60 سنة. الست صباح أو أم صابرين، يوماتي على باب الله، ماسكة المفتاح وتنادي أنا بيب. السيناريست مريم نعوم، سيناريست ست ليها بصمة كعب عالي بين رجال المهنة، وخصوصاً بعد مسلسل سجن النساء. كعب عالي مع هبة الجرحي الليلة السادسة مساءً على دريم 1.